مساء النور، كي دايرين؟ شخباركم؟ كل شي بخير. اليوم غادي نصاوب لكم واحد لو بلا اللي هو ديال الصيف، لان هاد الخضره اللي غادي نستعملو اليوم كتوجد في الصيف، اللي هي الملوخيه والقيم. القيم اولا صفرج الصغير، وانا كنصوبو من قبل. هو الملوخيه كنفورهم واحد 5 دي مينوت وكنخبيهم في الكونجيلاتور، كيبقاو فريمون مزيان. وقت ما بغيت نستعملهم كنجبدهم كنلقاهم واجدين. في لي زانغغيديون غادي نحتاجو اللحم ديال الغنمي، شويه ديال مطيشات الحك، شويه ديال المعدنوس، سكنجبير، خرقوم، البزار، مليحه، بصله مشلضه، وبيان سور زيت الروميه. غادي ناخذو طريفات اللحم نزيدو عليهم العطريه كلها ونديرو الزيت قياس واحد كاس لاروب، نخلطو مزيان ونديروهم يتشحروا. نخلطو داك العطريه مع اللحم حتى يتشرم مزيان. انا كنستعمل يدي ونشعلو عليه واحد 10 مينوت ا بتي فو باش ما تحرقش العطريه ديالنا. بعد ما تقلى اللحم ديالنا واحد 10 مينوت نزيدو عليه بصيله مشلضه، معدنوس، مطيشة الحك، ونخلطو كلشي ونعاودو نخليوه يتقلى واحد 10 مينوت اونكور. من بعد نزيدو شويه الماء، من الاحسن يكون سخون، ونخليو اللحم ديالنا نعطيو الوقت فاش يطيب. بالنسبه للطياب ديال القيم وديال الملوخيه، هاد لا غوسيت كل حاجه كطيب بوحدها، ما كيتجمعوش حتى الاخر في الدريساج. غادي نديرو دي كاسرول، نديرو القيم بوحدو، نزيدو له مليحه، شويه د الماء، واحد مغرفه ديال لاصوص فاش كيطيب اللحم. لا ميم شوز غادي نديرو بالملوخيه، حتى هي نزيدو لها واحد المغرفه ديال لاصوص من اللحم مليحه وشويه د الماء، ونديرو كل وحده طيب بوحدها حتى طيب مزيان. نردو لهم البال باش ما يتعجنوش، لان القيم بارفو كيكون دغيا كيطيب. بعد ما كيطيب اللحم والملوخيه والقيم كنجمعوهم في ان سول بلا، كندريسيوهم بهاد لا فاصون. كناخذو ديك المريقه ديال اللحم وكنخويوها من الفوق على الملوخيه والقيم باش ياخذوا شويه لوغو ديال اللحم، وكاين شي طويجين خفيف ديال الصيف، ان طاجين ايسيي بصحه وراحه.